داخل السجن المدني بالمهدية وتحديدا في هذه الورشة للخياطة، يعكف أكثر من 20 سجينا على صناعة كمامات صحية بمعدل 700 كمامة في اليوم تتوزع على عديد السجون والفضاءات الأخرى. احنا عندنا ورشات خياطه معناها باش نتصرف ونجموا نعملوا كمامات، وعندنا زاد رينا زاد كما يقولوا فما حس وطني زاد، حتى من المساجين يحبوا يخدموا يحبوا يساهموا في مع الدوله نتاعهم معناها باش في الكريز هذا اللي صاير لنا. اول ما بدينا نخمو كيفاش تكون هي كمامه صحيه 100%، كيفاش تخدم، شنو المواد الاوليه نتاعها، المواد الصحيه، كيفاش تتم عمليه التعقيم نتاعها. بدينا في الانتاج 2 مارس، بدينا في الانتاج الفعلي للورشه معناها. وصلنا في الانتاج اليومي وصلنا قرابه 700 كمامه في اليوم، موجهين اول حاجه بالسجن نتاعنا، بعد تالي بدينا بشويه بشويه بدينا بالسجون الاخرى. وزعنا قرابه 11000 كمامه على سجون اخرى، على حظائر من الجيش الوطني التونسي للمحكمه الابتدائيه نتاع المهديه. هذه البادره تجاوب معها عدد من المساجين بعد ان تلقوا تكوينا داخل السجن، فحرصوا على المساهمه في العمل بكل توعيه وحماس. هو واجب وطني راه قبل كل شيء، معناتها سمعنا بالعباد مرضى، عباد واحد تستحق الكمامات، دونك الناس كلها تطوعت اللي ترى فيهم، لان اكثر من 90% نتاعهم ما يعرفوش يخيطوا، كلهم تطوعوا وناداوا للواجب الوطني. صحيح تعلمنا لهنا، هي ما تعلمناش برا، تعلمنا لهنا وكونونا على الماكينات، وتو انا لاهي مثلا بالستوك، فما شكون لاهي بالخياطه، من كل واحد عنده فازه نتاعو معناتها ترافاي اون جروب باش نوصلوا نخرجوا. معناتها تو في رمضان خرجوا في 350 كمامه في 400 كمامه في النهار. بالطبيعه عاملين كيف مادام بلادنا طلبتنا ويلزمنا احنا نلبيو النداء، واجب علينا باش في الفتره هذه الناس الكل تكون نخدموا من أجل البلاد هذه. مساهمة المساجين في معاضدة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا في تونس قد يعكس مدى أهمية التأهيل والإصلاح داخل المؤسسات السجنية، بما قد يساهم في إدماجهم في المجتمع سواء خلف هذه الأبواب الموصدة أو بعد خروجهم منها. وفي